السلام عليكم ليكيب، وش راكم؟ لاباس بخير. راني مع خويا اسلام جانا محمدي اليوم جوز معنا جورني بيان. انتيك سيد فري وليد فاميليا، ناس ملاح. واليوم حبيبي راه ضيف عندي، حبيبي نروح نسقاهوا عند جعفر خويا العزيز. هلا فيك مهبول انت يا عم، بلا ما يقدم في النشره تاع الثمانيه هذه. والله جيبها كيما هو حبيبي، جيبها كيما هو العزيز. قهوة خالصة عليا حبيبي. انت مريض جاي عندي تخلص انت. والله انا لا 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 ما تحلفش كاع، ما تقوليش كبير. لا 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 ما كان لا كبير لا صغير. لا لا ما تحرقيش. اسمع يا وتحب زعف زعف. هكذاك احسب لي. القهوة العزيز والله العظيم غير عليا بإذن الله. قلت لك عليا. القهوة خلص عليك وعليه وانت تبلع. قابو بكرت عني بصر ناسين. شو القهاوي خالصين عليكم بين زوج. القهاوي وعلى بالي كاع واش درتو واش عملتو وين رحتو القهوة لك ورايحين فيها. تحكيت له. المهم بازمة. ما تحاوشوش تفهموا. بو بكر منك تجيب يا خو كل ما نجي نهضر هضرك. من وين تدخل؟ ايه؟ انا المهم انا اليوم نسقهوا من عندك ومن عنده. ابو بكر كاشي بيدك انت حد لنا سكور ولا شو بيك؟ ابو بكر نروح نسقهوا يا ابو بكر. بس اصبر ابدا تمشي يا ابو بكر. انا جدرام كيفاش؟